أهلا بكم في حلقة اليوم. نتوقف عند أبعاد ودلالات إقدام وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل على إهانة الصحفيين الجزائريين خلال المحاضرة التي ألقاها في فندق بني حماد بولاية برج بوعريش. بحسب صحيفة الشروق، فقد وجه شكيب خليل عبارات مهينة للصحفيين الذين حضروا لتغطية ندوته، وقام بشتمهم وقال عنهم بأنهم عديمو المستوى والأخلاق، ورمى بميكروفونات التلفزيونات الخاصة من على الطاولة التي كان يلقي عليها المحاضرة. وظهر خليل جد غاضب من غياب الحضور داخل القاعة، مما دفع المنظمين بالأحرى للاستعانة بالمنظفين في الفندق والعاملين فيه لملئها حسب ما أفادت نفس الصحيفة. ما تحترموش حتى الناس يعني اللي راهم يحضروا الحاضرين يعني. لمناقشة هذا الموضوع أبعاده ودلالاته معنا عبر خدمة سكايب من بروكسل الأخضر فرات الإعلامي الجزائري المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، ومن الولايات المتحدة العربي زويمية الإعلامي والمحلل السياسي العربي زويمية. ما تعليقك؟ ما تعليقي مش متحب تعليقك يعني. انا الصحفيين وجدهم ايه يعني، يقول بكل صراحه يعني دركا اذا كان يحقرهم كيما هك بالشكل هذا، يعني الصحفيين ما عندهمش ديجا على بالك الصحافه شويه يعني المستوى تاعها ما بقاتش يعني اقلام كبيره يعني، ولا ناس عندهم وزن اخلاقي واجتماعي كبير في الصحافه على بالك، ولكن ما كانش يتصرف كيما هكا، كان يطلب بأدب فقط. قال يا جماعه فضلكم عدلوا لي الميكرو، ما على باليش هو شكل تاع محاضره هل لازم من دي ميكرو بزاف ولا ذاك، مي ما كانش يدير كيما هكا، سي نوع من 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 الحقره هكا، سي لو كومبورتمون تاع بوتفليقه هذا. سي حبي حاضر انتوك هذا، هذا ما عندي جواب. سي 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 سي, سي جمال ما عندي بوتفليقه يعني، ربما قد يقول بعض هذا شكيب خليل يعني لازم بوتفليقه دائما يمسح فيه البوس يعني. لا مش بوتفليقه، مش بوتفليقه اللي قال له نحي لي ميكروفون، سي ا بيبري لو ميم كومبورتمون اوتان، نوع من الاستعلاء شويه يعني. لان بوتفليقه ما تنساش بلي راه هو الاب الروحي للاستعلاء، يمكن فاهم بلي راه هو قال حاجه لي اون برينسيب كان اي مجلس دستوري في اي عالم كان يوقفوا ويحبسوا. قال لك بلي راني انا جيت جا باش يمنعنا، هو ما عملش شو ثقافه عنده، وقال لك بلي راهو اذا كان الشعب حاب يدير سي فولي ريستي دون سا ميديوكريتي دون سا ميديوكريتي، انا ما نديرلوش لو بونور نتاعو مالغري لوي. سي كلمه حتى هتلر ما قالهاش هذه، ما لا اظن ان هتلر قال الشعب تاعو كيما هكا، مهما يكون ان هتلر على بالك استعلائي وسيتا فاشيست، ولكن ما كانش يعني زعيم في الارض ولا ملك في الارض قال اني نشقى عليكم باش نوكلكم واني قاعد سي هضره اقطاعيه نوعا ما، هضره اقطاعيه تاع فربما واحد كان في سياق تاريخي يعني. يعني قد يقول بعض العربي الزويمي انه تشجيع النقاط دائما على يعني على بوتفليقه وعلى اي عمل يقوم به شكيب خليل، وفي غياب بوتفليقه بوضعه الصحي يجب ان يسجل على بوتفليقه يعني. وي نعم انا اسجل على بوتفليقه لان بوتفليقه هو رئيس الجمهوريه، انا مش لي انا الارشيتكت اين وضعت مفاتيح الدوله، وضعت عند عبد العزيز بوتفليقه، بوتفليقه هو الذي فتح هذه المدرسه، صح كانت مدرسه اخرى قبله، ولكن الحقيقه نحن في اللوجيك تاع بوتفليقه. الشيء اللي وقع كامل حتى واش واقع في المجتمع، تو لاكسيدون سوسيال، جميع الحوادث الاجتماعيه فربما التي تنتظرنا، ان بوتفليقه هو الارشيتكت، هو الذي جاب المنهجيه هذه، هو اللي جاب الجماعه هذه، هو اللي ربما بوتفليقه. على ذكر بوتفليقه والصحافه، وصف يوم الصحفيين واثار جدل بطيبات الحمام، ولكن اليست ممارسات كذلك المشكله ليست في بوتفليقه، الكره في ملعب من وصفهم بطيبات الحمام بدون التعميم طبعا. حقيقة أنا معك مع، ولكن كي جاء ممكن هناك مسؤولية تاع الصحفيين أ مومون دوني، فلربما لظروف ما لا أستطيع أن أحددها الآن، ولكن فلربما حتى الصحافة من قبل لعبت في دي كلون، ما كانش ما عمليش الظروف تاعها، لعبت في دي كلون كونتر باتشين والعماري، كونتر توفيق والعماري، كونتر جون سي با الوزير هذا لوح اللي دار دعايات. الفصل المهم هو ضد بوتفليقه
ومع بن فليس ربما سنعود اليها العربي زواميه لو سمحت. الاخضر فرات الصحفي الجزائري المعتمد لدى الاتحاد الاوروبي، ما رايك فيما حدث فيما قام به شكيب خليل؟ انت حضرت عشرات لم يكن مئات الندوات الصحفيه في بروكسل مقر الاتحاد الاوروبي وغيرها من النشاطات في بروكسل، هل حدث يوما ان تصرف مسؤول بهكذا تصرف مع الصحفيين؟ لا اعتقد ان المسؤولين في اوروبا يتصرفون بهذه الطريقه لانهم يحترمون الاعلام ويعتبرونه حقيقه سلطه رابعه ويمكن ان تضر بهم في حاله ما اذا يعني تصادموا مع الاعلاميين. ولم ارى يعني طيله 22 سنه وانا موجود في بلجيكا واغطي الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي حدثت مثل هذا مع اي مسؤول ومهما كانت مسؤولياته. ولكن في الجزائر يعني حتى في وقت الحزب الواحد لم تكن مثل هذه التصرفات، وكان الصحفي محمي إلى حد كبير. أنا كنت في التلفزيون ووقعت لي أحداث مع وزراء ورفضت التغطية ولم أعاقب، بل الوزير يعني ضيع على نفسه فرصة التغطية في التلفزيون. والآن نحن نرى أن وضعية الصحفيين وضعية هشة جدا، و يعني لا يتمتعوا بأي حماية، وحتى المديرين نفسهم القائمين على التلفزيونات موجودين تحت الضغط ويمكن غلق التلفزيون في أي يعني في أي وقت أرادت فيه السلطة. ولكن ما استنتجه أنا يعني من ملاحظاتي هو أن قلق شكيب خليل يعبر عن شيء ما يخصه هو في دواليب السلطة الجزائرية، وربما هناك متغيرات لم يكن ينتظرها، أو ربما أراد أن يوصل يعني قلقه إلى جماعته وإلى أصدقائه عبر يعني النرزعة ضد صحفيين. لأن من العادة أي وزير لما يكون مطمئن نفسيا مهما كانت الظروف التي يوجد فيها لا يعبر عن قلقه أمام الناس، وخاصة يعرف أن هناك كاميرات ويمكن أن تسجل هذا الحدث وهو يرى الكاميرات. وربما يعني قام بهذه الفعلة عن طريق بطريقة إرادية لإيصال شيء. صحيفة الشروق تقول بأنه سبب ربما أنه كان غاضب لأنه القاعة كانت فارغة، واضطرت إدارة الفندق استعانوا بالمنظفين وموظفي الفندق لكي يملأوا القاعة، ربما هذا السبب الذي شكيب خليل كانت تملأ له الزوايا. مؤخرا كان في باتنا وتم الاحتفاء به بتلك الطريقة، وجدل حتى حول احتفاء ابن بولعيد رحمة الله عليه به. شكيب خليل ربما وجد نفسه في قاعة فارغة، هذا هو السبب بحسب مراسل صحيفة الشروق. أكيد إذا لم يجد من يحضرهم أكيد يكون يعني هذا سبب من أسباب قلقه. ولكن أعتقد أن القلق الحقيقي هو أن الصحافة ما زالت تنتقد شكيب خليل وتذكر بخصاله بين قوسين يعني إذا صح التعبير، وربما قد أعطيت له ضمانات بأن يعني توقف صحافة عن الكلام عنه وعدم تذكير بخصاله إذا صح التعبير. والصحافة لحد الآن يعني في الأسبوع الماضي فقط أنا قرأت عدة مقالات تتحدث عن يعني ملفاته، ملفات الرشوة والكثير من القضايا التي تخصه، وأعتقد أن الضمانات التي تحقق ربما ليست كل الصحافة الأخضر فرات للأمانة، يعني صحف تلمعه في المقابل وصحف يعني تهاجمه. قد نعود إليها لو سمحت الأخضر فرات. فيصل مطاوي الكاتب الصحفي ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر. فيصل مطاوي، ما رأيك في ما قام به شكيب خليل؟ هل أهان الصحفيين بهذه الطريقة أم أنه كان يعبر عن غضب ولا يجب أن تؤخذ من هذا الجانب؟ طبعا مساء الخير عثمان لك وللجميع الأخر المشاهدين. وتصرف هذا تصرف طائش يعني من رجل يبدو قيل أنه حكيم. وعثمان
زملاء صحفيين وهم كانوا من 6 قنوات تلفزيونيه. انا كنت اتحدث مع احد الاصدقاء من البرجواليريج، قال لي ان الرجل كان غاضبا وكما يقول زميل صحفي، لان كما قلت انت عثمان منذ قليل القاعه كانت فارغه بالفعل، كان في القاعه هذه اللي تبع لفندق بن حمادي ليس اكثر من 10 اشخاص فقط. هذا شيخ بخليل الذي كانت تفرج له يعني البساط الاحمر عندما كان يزور الزوايا وقام ببعض المحاضرات قبل محاضره الوجبه على ليش، كانت القاعه تغص بالجمهور. هذا بخليل لم يجد اي شخص يستقبله او يستمع اليه في برج بعليج، وبالتالي هو افرغ جم غضبي على الميكروفونات. وهذه طبعا عندما عفوا شخص سياسي للاسف فقدنا فيصل المطاوي، ربما سيحاول الزملاء العوده اليه. العربي الزوميه لو عدت اليك، يعني هل يجب لوم الاثار؟ طبعا هذه الحادثه اثارت يعني تفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي، كثيرون هاجموا الصحفيين وكأنهم يتشففون فيهم. هل يجب يعني تهجم على الصحفيين ولومهم ام انه فهم في النهايه ربما قاموا هم مراسلون في صحيح في مدينه وليسوا حتى في العاصمه، وجدوا نشاط ذهبوا من منطلق العمل لتغطيته، اللوم ليس على الصحفيين ليس كذلك؟ عندك حق في هذه، عندك حق. نبهتني، انا اسف، انا كتبت حاجه اسف، لا اقصد، انا لا اقصد اي صحفي يخدم على روحه ولا مراسل يعني يجيب خبزته ولا في يكون في البرج مراسل تاع. انا اتكلم على اللي حاكمين اللي يحب يقلبهم النظام، هما يعني هم المثال تاع الاعلام، هم المثال تاع التلفزه باش يدير بهم برنامج ويكسر بعض التلفزيونات الاخرى ويكسر بعض الصحفيين الاخرى. انا اقصد اعرف ما اقصد، يعني لا يعني اسف اذا كان انا كتبت صح، ولكن لا اقصد ابدا، لا اقصد صحفي يعني مهما يكون في الشروق ولا في النهار، ابدا ليس عندي سلوك. فلربما صحفي ولا حاجه نشوفه شيات تاع توفيق، لاني فلربما حوايج عشتها فقط، ولكن ساعات نحترم يعني مؤسسات تقوم بعمل. المهم شي اللي نقول اخي فقط انه باش ما نخلطش انه بوتفليقه ولا هذا يا شكيب خليل في المعامله، يعني كاين ظرافه فالعموم، يقدر يكون ظريف سو لو بلون تاع كونتاكت هيومان، يقول لك صباح الخير وابري ايزون اون ايديكاسيون، ماشي ولكن يسون اوتان في ليسبري، يكون اوتان في ليسبري. رغم انني يعني قلت الاخ صابر انايا يعني المحترم الذي احترمه كثير صحفي صابر ايوب، يعني قلت له بلي راه يقدر يكون النجار واحد الوقت، يقدر يكون النجار مليح ولكن تقدر يكون عنده صفات مش مليحه تاع فلربما اوتان ولا يكون ليس ولا. المهم انا الشيء اللي نقول اخي انه التصرف في حد ذاته ما كانش يديره فقط، لا اريد ان احكم عليه سرقه، اما سرقه في البرج درك انه في البرج وراح لبلاصه باش يدير محاضره، لا اريد ان احكم عليه يعرف ولا ما يعرفش ولا ما جاوش باسكو حقروه، هذه ما نحكمش عليه باسكو ديما نعاود ان شكيب خليل في الدوسي دي بترول عنده سا كومبيتونس، ميم اذا كان يكون متهم بالرشوه هذيك حاجه اخرى ولازم يريبوند يعرف وهو ما ريبونداش. مي باش يقول لي واحد اني با كومبيتون في الميدان تاعو، اللي كومبيتون في الميدان تاعو غلط ولا ما غلطش، سوني با واحد يعني نقول لك حنا باش ما دارش لونيفرسيتي امريكان، ما دارش لي كومباني امريكان، ما دارش كيما هكا باش نقيم شكيب خليل. شكيب خليل انه هو حاجه رشوه زي انه مقتدر في بعض الحوايج، يقدر يكون مقتدر، هذا ما نكذبش عليه. خليك معنا سي العربي لو سمحت، فيصل المطاوي عاد الينا، تفضل فيصل باكمال فكرتك. نعم عثمان، كنت قلت ان شكيب خليل كان غاضب، هو الذي بدا كلائما هادئا منذ عودته للجزائر. معذرة فيصل لو سمحت، انا ساغضب اذا استمريت ان تقول لي عثمان معك جمال. اسمح لي فقط. عفوا يا عثمان، عفوا. انا امزح فقط. عفوا لعثمان وعفوا لجمال. وتحياتي للمشاهدين. كنت اقول ان شكيب خليل هذا الذي كان دائما هادئا منذ عودته للجزائر في شهر جوان الماضي، وكان يتحدث بلباقه وبادب، هذا شكيب خليل الذي فتحت له بعض القنوات الخاصه يعني كل الميكروفونات، ووصف بالدكتور والخبير والرجل الذي ظلم والى غير ذلك من الاوصاف. يعني هذا يرد الجميل بطريقه واضحه بطريقته الدنكوشيتيه
الكوبيه حتى اقول دو مانيير دونك كيتورتيسك. شكي بخليل كان غاضبا كما قلت لك جمال وكما ورد على لسان احد الزملاء من برج بعليج، لان القاعه فارغه وانه فاهم انه هذه اللعبه التي يلعبها وهذا هذه المحاضرات التي يلقيها حول البترول وحول ازمه البترول والاوبيب يعني لم تعد تهم اي شخص، لان الناس ربما مشغوله بمشاغلها وهو يريد هكذا يفرض نفسه على الراي العام. وعندما يضرب مسؤول ميكروفون بهذه الطريقه ويبعده يعني هذا تعتبر اهانه للصحافه، هذا معروف علي متعارف عليه عالميا وبالتالي فعلى الزملاء الصحفيين قنوات سته التي كانت موجوده في برج بعليج والتي خرجت كل الزملاء خارجوا من القاعة ردا على هذه الطريقة التي تصرف بها شكيب خليل عليها أن ترفع دعوة ضده، يا لو كان يعني بصفة رمزية بصفة معنوية ردا للاعتبار، لأن إهانة الصحفي وإهانة للرأي العام، الصحفي ينقل الأخبار للرأي العام، وبالتالي إذا كان هذا شكيب خليل لا يهمه ما يقول أن يصل إلى الجمهور وإلى الرأي العام فيعني فليبقى مع نفسه ويتحدث مع نفسه في قاعة فارغة حتى إن شاء الله مع الكراسي. طيب فيصل مطاوي، البعض لامس هذا الصحفيين برغم انهم انسحبوا كما ذكرت، هل هذا يعني منطقي مقبول ام انه لا يجب ان يلاموا هؤلاء مهما قيل مهما يثار حول مهنه الصحافه ذهبوا لممارسه عملهم؟ لا الزملاء احنا لا نتحمل على زملائنا، زملاء وانا اعرف كثير من الاخوه في برج بعليج العاملين في القنوات التلفزيونيه وهم في الصحافه المكتوبه يعني ذهبوا للقيام بعملهم، انت صحفي عندما ياتي شكيب خليل الى برج بعليج او اي مدينه تذهب لتسمع على الاقل لتسمع ما يقول، قد يقول اشياء تهم الراي العام وقد تنقله عنه، لان يعني كان وزير سابق، كان مسؤول كبير في الدوله، فيه اتهامات ضده في قضايا فساد وفي قضايا اخرى، وبالتالي فعندما ياتي عليك ان تذهب، عليك لا تقاطع المقاطعة، ليس أسلوب الصحفي، الصحفي يقوم بعمله ولكن أنك عليك تقاطع عندما يتصرف بشكل خطير بهذا التصرف، يعني أهان ميكروفون تلفزيون، أهان عمل الصحفي، وبالتالي فلم تعد أي حاجة للبقاء في القاعة، وكان الخروج هو أحسن طريقة التي رد بها الزملاء على شكيب خليل الذين لم يقولوا له كلمه ولم تصرفوا بصفه غاضبه وخرجوا من القاعه، وهذا اسلوب اعتقد حضاري في نظري. خليك معنا فيصل مطاوي. الخضر فرات، اعود اليك، كنت تشير الى من ينتقد شكيب خليل في صحافه، هناك بعض الصحافه يعني في مقابل من تهجمت من خاضت حمله ضده حتى في التلفزيون ثم الانقلاب، صحف بعد ذلك كانت كانها وتلفزيونات كانت يعني مكلفة بمهمة يعني تبييضه من جديد صحة غسل أعضامه، مثل ما غسل أعضامه إعلاميا إلى جانب يعني تزامنا مع غسل أعضامه في الزوايا. ولكن جمال، الصحافة لا تعوض مؤسسات الدولة، لأن لما إنسان مثل شكيب خليل وفيه كثير من التهم والعدالة لا تتحرك، يعني يعني الصحفي هنا يبقى حائر، يعني هل هو يحمل يعني اعباء وكل مشاكل الدوله الجزائريه على ظهره ويذهب لمواجهه شكيب خليل الذي ستفتح له السلطه الابواب رغم كل الملفات الموجوده، ويعني لم تحمي نفسها حتى يمر عبر يعني محكمة وتبرئه المحكمة فيما بعد، تبقى الأمور هكذا عالقة، والصحفي مسكين يعني كيف يستطيع أن يواجه دولة، وخاصة أن هناك الكثير من وسائل الإعلام حاليا تحت رحمة يعني قرار حكومي، أي قرار حكومي، وإحنا شفنا يعني قضية الخبر، أي قرار حكومي يمنع عليها الإشهار تغلق في 24 ساعة وتضيع ألاف، يعني العائلات تضيع يعني دون لا يصبح لها دخل. الوضع الحالي الموجود فيه الإعلام، أنا لا ألوم الصحافة في الجزائر لأن أعرف جيدا أن وضعها صعب جدا إلى درجة لا تتصور، يعني من سواء من ناحية ظروف عمل الصحفي في حد ذاته أو حتى وسائل الإعلام التي نراها الخاصة، لأن يعني وسائل الإعلام الحكومية لها دعم يعني لا مشروط إلى الأبد، بينما الوسائل الإعلام التي هي أكثر نشاط، وسائل الإعلام الخاصة تلفزيونية أو الصحافة هي أكثر نشاط ومتابعة للأحداث السياسية، ولكنها تحت ضغط مستمر
ويومي من اجل كسب يعني قوت العيش، ومن اجل ان تبقى المؤسسات يعني تشتغل بطريقه عاديه. فانا لا الوم صحفي اذا شكر شكي بخلي، ولا الوم ايضا صحفي اخر اذا يعني انتقده. هذا هو النظام. ولكن الذي كان يشتمه وينتقده ويشهر به ثم بعد ذلك يشيت له، يعني هل هذا مقبول كذا؟ هذه مشكلة أخلاقية في الإنسان نفسه. يعني أنا لا أستطيع أن أنتقد شخص ثم أغير رأيي بهذه الطريقة. هناك أخلاق وتربية للشخص، هناك ناس لديهم أخلاق أخرى، وهذه مشكلة شخصية. يعني نحن لا نستطيع أن ندخل في قلوب الناس ونعيد تربيتهم من جديد. وأن إذا كانت هذه المؤسسة قد كتبت أشياء ضد شخص، لا يمكن أن تتراجع بهذه الطريقة وتفقد مصداقيتها، وتفقد حتى للإعلام الجزائري مصداقيته. لأن كل يعني مهمة أي إعلام، مهمة الإعلام الجزائري بما في ذلك، هي ربح مصداقية من أجل أن توصل رسالته إلى الجمهور الجزائري. ولكن أعود لحدث شاكي بخلي، أنا أعتقد أن نحن نعرف كيف تملأ القاعات في الجزائر، وذهب ووجد القاعة فارغة. يعني هناك سنعود لدلالات هذه وما يتردد عن شكيب خليل وتلميعه، وحتى إمكانية حتى مثل ما كان يقول عمار سعداني منصب أكبر حتى من وزير، ربما وزير أول، ربما حتى لما لا رئاسة كما يتردد. سنعود إلى هذا الجانب، ولكن دعني أعود للعربية الزوامية. كنت تقول عن الأداء الإعلامي في الجزائر المصداقية، كنت تشير إلى الحملة على بتشين في التسعينات مثلا. هل المصداقية الإعلام الجزائري ربما قد تظهر الآن مع القنوات وغيرها، مع بالأحمر وشميسو وغيرها ورحمة ربي وغيرها من القنوات العظيمة التي تقول بأنها هي ربما الأكبر في العالم وغيره هي الأفضل؟ ولكن المصداقية القضية مطروحة من زمان، ليس كذلك؟ في التسعينات الحملة على بتشين، تصفية الحسابات، الانتخابات 2004، ومن تخندق مع بنفليس وخاض حملات على بوتفليقة وغيرها من النماذج. يعني هناك مثلا شهادة مهمة عن الجزائر والتسعينات والأزمة والإرهاب وغيرها، سيد أحمد سميان في كتابه أو ريفيوج دي بال بيرتو يتحدث، شهادة موثقة، هو كان في صحيفة لو ماتان، يقول بأنه صحفيون كانوا ينشرون بيانات منسوبة للجية ويعرفون أنها مفبركة من قبل أصدقائهم في المخابرات، بل أن بعض الصحفيين كانوا يتطوعون لكتابتها بزعم المعركة ضد الإسلاميين، يعني بكل ما لذلك من يعني ظلال على مصداقية الصحافة حتى الآن. عندك حق، ولكن سي جمال أنا نقول لك باللي الوضعية التسعينات أحدثت دمار كبير في البلد، وبالتالي الصحافة ما كانتش تقدر حتى هي تنعزل عن هذا الدمار، باعتبار أنه فلربما هناك انستريمونتاليزاسيون دو لا بريس دي جورناليست، يعني هذه واضحه. دي جورناليست فلربما يديروا دي فو كومونيكي تاع عمليات ارهابيه، ما وقعتش وقع دمار حقيقه، والدمار هذا قاس نوعا ما سكون ابل ليتيك، قاس الاخلاق، لان البلد كانت كيما هكا، ولي جون ما كانش عندهم لي مويان، لانهم ثاني حتى صحفيين فلربما كانوا معرضين لمخاطر. ولكن شي اللي نقول اخي فقط انه راحوا ابعد من ذلك ودخلوا حتى مام دي كلان، حتى ميم دي كلون. الوغ في البدايه، انا نقول لك في البدايه كيما كون تي برون الجنرال توفيق، صالي نيرفي الوطن والخبر، راحت دار الدعوه كي جابوا بوتفليقه، ومن بعد اتضح العماري وتضح بوتفليقه باللي راه هذاك، ولا كالكو جورناليست دو ولا تروا اللي عندهم علاقات معاه واضحه. احنا نقول رغم هذا واحد كيما فو بروني الوطن نهضر لك على الوطن، مش راح نقول لك المؤسسه ما نتجتش، نكذب. مي جو بو دير يا دي شوز، مي نقدر نقول لك نكذب، لانه في 2007 2008 2006 2005 مام قبل يا في دي بارتيسيباسيون، كانت يعني كاين مواضيع في المستوى خاصه من الناحيه الاقتصاديه، يا في هناك محاوله لرفع الديبا، لرفع النقاش، ولكن الان هي مؤامره. اك تسمعوني؟ انا اسمعك. نعم، يعني مؤامره على الصحافه، يعني هناك يعني العصا والجزره، ام انه هذا يتجاوز في النهايه الصحفيين وحتى الصحف التي احيانا تواجه سلطه فعلا يعني بامكانها ان تغلق هذه وتقضي على قوت الصحفيين؟
انا نقول لك باللي يعني هو في الحقيقه نحن من حين من وقت التعدديه من جبهه مرش التعدديه هناك حرب بين الصحافه والنظام. الحرب الضاروس في الجزائر هي بين الصحافه والنظام، اكبر حرب ضاروس هينا بين الصحفيين وهذا النظام، وعندك واحد مات، هذه موجوده مهما يكون توجه الصحفيين اللي كانوا مع الاسلاميين وقفلوا لهم جرايد توحهم وخطفوهم ولا جون سي با كوا ولا فربما دي جورناليست اون تي اساسيني بار دي جروب ذاك امبيتوها على الجهه. هذا واقع، ان الواقع يقول انه هناك حرب ضاروس يعني بين الصحفيين. اسمح لي فيها ولكن في هذا الصدد يعني انت تحكي انه شاهد كتاب يعني لي كونفيسيون تاع سعيد مقبل مع الصحفيه الالمانيه انغريد يقول بانه يقول انه يعني عمليه بشكل صريح لا يقول انه يشكك حتى في بما اغتاله من الصحفيين المثقفين انه مافيا وليس بالضروره يعني مسح الموس فقط في الاسلاميين والجيه بما فيه هو قال بانه اذا قتلوني مش بالضروره انه الاسلاميين هم الذين او الجيه اللي قتلوني. كتاب موثق موجود ونشر حتى في الجزائر هذا العام. انا معك لان الضمير تاع صحفي يقول الحقيقه. حتى سيد احمد سميان سيتان قال لي عنده وعي، ما يحجم يقول لي سيد احمد سميان مش انسان يعني مخلص وعندوش ضمير. سيد احمد سميان ماذا قال الاخر الديريكتور دي ماتان كيكتب على بوتفليقه ولا كان يطاكي في بوتفليقه؟ قال له ايزيتي افون لوي، كان يقصد الجنرالات. يعني سي اون بوزيسيون محترمه، يعني موقف محترم. انا واحد من الناس ما عنديش علاقه، انا واحد من الناس حتى انا ما رحتش مع لي كلون، بون جيتي با او سونتر مي جيتي ذاك مي جي با دو ليام مع لي كلون. شي اللي نقول خويا المؤامره، المؤامره على بلد وش هي تدمير جامعتها ومثقفها، دمرت الجامعه. المؤامره الثانيه هي وقعت على الاعلام، هو فقط تكسر المؤسسات اللي قادره تنتج باش تحدث تغيير باش تعدل النقاش باش ترفع في المستوى، تكسر الوطن. مام اذا كان في الوطن ما نقدر نتفاهموش معاه مش مشكل، ولكن ديناميكيه لرفع النقاش هي والخبر ولا حتى الشروق ساعات مواضيع لاباس بها ولا الناس اللي تحاول نوعا ما في الصحافه باش تطلع النقاش. وين هو النقاش دركا؟ يجيبوا واحد يفابريكيوه من لاشين تاعو، يعملوا امبريسيون على جميع المتعاملين الخواص باش يعطوا له لا بيبليسيتي. يا بوكو دارجون عنده، يعني يقدر يستعمل الصحفيين، يحط في الحفره هذيك صحفي مباشره، يقدر يحط 14 صحفي في الحفره هذيك عنده سوارد. منين جاوا سوارد؟ باسكو اي ريبريزونت اون مافيا. طيب سي لا مافيا هذيك اللي حابه تجعله هو الانترلوكيتور، وبالتالي طيب. يجي يقول لك اسمح لي، يجي يقول لك انا هو احسن قناه الثانيه في العالم، فعلا من يتمسخر هذا. طيب خليك معنا العربي الزوامية لو سمحت، اعطي الفرصه لفيصل مطاوي. فيصل مطاوي تعرف المشهد الجزائري، صحافه جزائريه من بدايتها الى المشهد الحالي السمع البصري وتحريره. يعني هل الرداءة التي يعني يشير لها الكثيرون بالبنان يعني والمصداقيه نقاش يعني بدات من الان، ام انها كانت لها يعني رواسب حتى في السابق؟ لا، هي طبعا نواسب قديمه، نعود الى التسعينيات عندما كان الاعلام منقسم على بعضه، منقسم مع من سميوا بالاقتصاديين ومن سميوا بالاصلاحيين والمطالبين بالمصالحه الوطنيه. كانت هناك حرب معلنه وحرب خفيه، من كان ينتقد اداء السلطه ومن كان ينتقد الاسلاميين ومن كان ينتقد كذلك يعني عمل الصحافه التي في بعض الحالات تصرفت كانها ابواق للسلطه في مجال الكل الامني يعني تو سيكوريتير، وفي مجال السكوت على الخروقات الكبيره التي كانت حقوق الانسان بما فيها غياب التحقيقات حول ما ارتكب من جرائم في تلك الفتره. ولكن تجربه القنوات جمال هي تجربه جديده، يعني 3-4 سنوات ولا زالت الاليات لم تاتي كلها، هناك سلطه الضبط، هناك بعض القوانين ولكن هذا غير كافي. ولكن الشيء الذي يجب ان لا ننساه يا جمال، انت لا يمكن لك ان تكون لك صحافه حره بالكامل في مجتمع غير حر، يعني في دوله تمارس الضغوط، تمارس القمع الحريه، تمنع التظاهرات في الخارج، تطارد النقابات، تمنع المعارضه من التكلم في التلفزيون الحكومي والاذاعه الحكوميه، تمنع يعني بعض الاحزاب من ممارسه نشاطها، يعني الاداء الديمقراطي العادي غير موجود، فكيف للصحافه ان تكون حره؟ يعني الكثير
من الناس يطالبون او يطلبون من الصحفيين يقوم باداء مهام سياسيه ليست من مهامهم. المعارضه هو الاحزاب هي التي تقوم بهذا الدور، هي التي يجب ان تحاسب الحكومه، البرلمانيين هم الذين يجب ان يسائلون الحكومه والسلطه والرئيس الى غير ذلك على ما قاموا به، وليس الاعلام. الاعلام يقوم بدوره، ولكن الاعلام فيه ضغوط كثيره وكثيره وكثيره جدا، ضغوط معروفه وضغوط غير معروفه، ضغوط امنيه، ضغوط اقتصاديه، ضغوط ماليه، ضغوط تجاريه، مساومات الى غير ذلك. وبالتالي اذا كان الصحفي عندما لا يجد من مع محمد طمالت، الزميل محمد طمالت رحمه الله مات في السجن، من وقف معه؟ هل تم كانت هناك، هل المعارضه خرجت للشارع لتطالب باطلاق سراحه؟ هل تحدث البرلمانيين؟ هل تحدث حتى بعض الصحفيين باطلاق سراح محمد طمالت؟ لا احد. وبالتالي فالصحفي يعني بعضهم ذهب حتى بعد وفاته لوصفه بانه مجنون. نعم، وصفوا بالجنون، وصفوا بكل النعوت يعني سمحهم الله، يعني الرجل مات الان رحمه الله. وبالتالي فالصحفي يعني جمال، اريد التحدث على عزله الصحفي، يعني نيز الماضي جورناليست، يعني الصحفي عندما يجد نفسه امام القضاء وامام العداله يجد نفسه تقريبا وحيد. طيب ولكن فيصل المطاوي يعني بما ظهر بالداخل والخارج، يعني العزله اكيد ربما العزله، ولكن الصحفي الآن يعني مع وسائل المعرفة والاطلاع، كيف تفسر مثلا الصحفيين ظاهرة صحفيين يشتمون، يعني يذهبون حتى إلى شتم انتقاد نظام بوتفليقة غير الديمقراطي الذي يضيق عليهم الحريات وغيرها، بينما يمجدون إجرام بشار الأسد وبوتين والملالي طهران في حلب؟ يعني ليست مفارقة كذلك يعني؟ لا، هناك مفارقة كبيرة، هناك مشكل مع تكوين صحفيين، هناك مفارقة مع كيف تكون الجامعة الجزائرية الصحفيين. أنا شخصيا أعوذ بالله من كلمة، أنا يعني التقيت بالكثير من الطلبة في السنة الأخيرة، يعني من الماستر وحتى من الدكتوراه، يعني عندما يتحدثون عن عمل الصحافة يجهلون أشياء كثيرة. حتى من سألني هل جريدة الوطن تصدر بالعربية والفرنسية وهو في الماستر، يعني تصور المستوى الموجود. أنا طبعا لا يمكن أن أقول أن هذا الأمر شامل، ولكن هناك مشكل مع تكوين الصحفيين، مع رسكرة الصحفيين، مع من يصلون إلى مناصب رؤساء التحرير في بعض القنوات وفي بعض الجرائد. صحفي يعمل عام سنة أو سنة في الميدان ثم ينتقل الى رئاسة التحرير مباشرة، رغم ان رئاسة التحرير هي تتويج لعمل يدوم اكثر من 20 سنة يعني في مجال الصحفي. ولكن هذا الاداء واختلاط سلطة الاموال واختلاط بعض السلطات الاخرى يعني جعل من الصحفي بعض الحالات هو مجرد موظف في بعض الحالات، كما هو موجود في بعض القطاعات الحكومية، او مجرد ناقل لاخبار دون تمحص ودون ان يكون يعني اي تأكد من بعض الاشياء. والامر يعني مرتبط كذلك جمال بالصحفي المثقف، هل الصحفي يقوم بدوره كمثقف ام انه بمجرد هنا ربما سؤال جديدة. هنا سؤال فيصل المطاوي يطرح نفسه، يعني هل اوكي هناك تضييقات، ولكن هل في اعتقادك ان السلطه تذهب الى ضغط على هذا الاعلام لذهب في اداء شعوذه والترويج للشعوذه وتسخيف العقول وبالاحمر وزعيبط وغيرها، يعني ونماذج كثيره من تسخيف العقول؟ هذه استراتيجية جمال، وانت تعرف جيدا هذا، تعرف جيدا الامر عمل الاعلام. هذه استراتيجية تسمى بالفرنسية لابيتيسمون دي فول، يعني او بالعربية ممكن اترجمها استحمار او استبغال الرأي العام. يعني انت تهتم بسفاسف الامور، بامور تافهة، تهتم بامور ربما تكون تدخل في ما نسميه بالشعبوية البوبوليزم، في امور يعني تبعد الرأي العام على التساؤل. هذه ظاهرة موجودة في بعض الاعلام الغربي كذلك، فيما يسمى بالصحافة الصفراء، وفي بعض كبريات القنوات التلفزيونية عندما تفتح الجريدة الرئيسية بالثلوج التي تتهادل بدل مجزر حلب مثلا. وبالتالي فهناك اختيارات موجودة، وربما السلطة في الجزائر وبعض السلطة فهمت هذا جيدا، يعني بدل أن تهتم بانهيار أسعار البترول وبالاقتصاد الجزائري الذي دخل في المنطقة الحمراء منذ مدة، وبمشكل البطالة والمشاكل بعض التنمية الموجودة في جنوب البلاد. مدينة حاسم سعود يا جمال، الميزانية هذه السنة 500 مليار يعني سنتيم، والمدينة في وضع كارثي. هذا ما هذه الامور مثلا الناس تجدها في القنوات، ما بنهتم مثلا بكرة القدم على مدار السنة، يعني كرة القدم يوميا حصص تلفزيونية ونقاشات وتحارير على كرة القدم، ليس كل الرياضات، ونترك مثلا البحث العلمي ونترك الجامعة ونترك مشاكل الفلاحة ومشاكل المياه، المشاكل الأساسية. وبالتالي فنعم، هي استراتيجية من قبل السلطة لإبعاد أنظار الرأي العام على الأمور الأهم وعلى المشاكل الأساسية للبلاد. زين لك فيصل المطاوي الكاتب الصحفي الأخضر فرات، أعود إليك الآن إلى ما أثرته من في اعتقادك بأنه هذه العملية كانت مقصودة، الساحة القاعة بالأحرى الفارغة التي أغضبت
شكيب خليل كانت مقصودة رسالة له، ربما ليحط رجليه في على الأرض كما كنت تقول، ومعك لما يتردد من إمكانياتي أن يكون حتى وزيرا أولا، وحتى يعني اسمه مطروح حتى للرئاسة. أكيد أنا أعتقد أن لما رأى القاعة فارغة جن جنونه، وفهم بأن هناك شيئا ما قد يحدث، وهناك يعني فيه على الأقل تراجع للدعم الذي كان يحظى به في الفترات السابقة. وحتى في تصريحاته هو كان صرح في البداية باهتمامه برئاسة الجمهورية ثم برئاسة الحكومة، وآخر تصريح يعني من أسبوع قرأته يبحث عن فقط أن يكون وزير لخدمة الجزائر، وبالتالي هناك تدحرج في أولوياته. وأعتقد أنه صدم لما شاف القاعة فارغة، لو كان هناك دعم من السلطة لكانت القاعة مليانة، يعني يأتون بالناس من أي مكان وتملأ القاعة عندما يكون شخص معين ومدعم من طرف السلطة. ونحن نعرف يعني هذه الأليات التي تستعملها السلطة من زمن، إلى جانب أن هناك الكثير من المعلومات تؤكد، يعني هناك شبه تأكيد بعودة الجنرال توفيق إلى يعني منصب في رئاسة الجمهورية. لا أعرف هل هو صحيح أو لا، ولكن ربما يكون هناك بعض الأشياء تكون خفية وصحيحة، وهذا ضد ربما هذه كذلك بالونات، واحد إحدى أمراض الصحافة، يعني عبادة الأشخاص والأرباب والترويج لدعاية سوداء، بعضهم حتى بمنطلق يعني أحيانا ليس أبعد من حب توفيق، ربما حتى عبادته من إعلاميين ومن قنوات ومن مواقع وغيرها. بغض النظر عن من يساند توفيق أو من لا يسانده، ولكن يعني المعلومة تم تداولها يعني بإلحاح إذا صح التعبير في الفترة الأخيرة، وربما هو يعرف أن شيئا ما بدأ يتغير، وهذا ليس في صالح شكيب خليل، أكيد في صالح إعادة، هناك إعادة تشكيل لموازين القوى على مستوى السلطة بطريقة أنها ليست لصالح شكيب خليل، وبالتالي النتيجة واضحة أن هناك القاعة فارغة ونرفزت شكيب خليل. أؤكدها وأعيدها، ليست موجهة ضد الصحفيين، هي موجهة ضد جماعته التي كانت تدعمه في السلطة، ولما شاف القاعة أن هناك القاعة فارغة ففهم أن هناك شيئا ما، خلل ما حدث في موازين القوى وفي المجموعة التي كانت تدعمه وكانت تحضره إلى أن يخلف رئيس الجمهورية بوتفليقة. يعني شوف من كان وشوف من وصل. لو سمحت تبقى معنا طارق مراح المحامي والناشط الحقوقي ينضم إلينا. طارق مراح، ما تعليقك على ما قام به شكيب خليل من إهانة للصحفيين؟ يعني طبعا في مقابل استهداف الكثير من التعليقات على شكيب خليل الذي واصل هذه الجوالات المتهم بقضايا فساد وغيرها، فيما الآلة القضائية تحصد الناشطين الحقوقيين، يذهب ضحيتها تمالت مثلا وغيرها. نعم، للأسف الشديد أخي جمال، نحن نعيش في الجزائر حالة من الفوضى، حالة من الضحالة، حالة من الرداءة. والمؤسف أكثر من هذا أنه من يمثل هذا الدور هم أناس يعني يريدون أن يكونوا رؤساء، وقد أفصحوا عن ذلك. يعني شكيب خليل مؤخرا قال أنا مستعد لتولي مناصب رسمية مهما كانت هذه المناصب، في زعمه بين ظفرين ليقدم خدمة للبلد. وقد استوزر قبل هذا الكلام من سنوات أو سبع سنوات فجر فيهم $1,000,000,000,000، ولكن الجزائر لم تتقدم خطوة إلى الأمام، بالعكس نحن الآن نعيش مشاكل يعني لم تعيشها يعني بقية الأمم والشعوب التي اختارت أن تمضي
في ظروف الحضارة والقوة والنفوذ. أخي جمال، ما حدث بين شكيب خليل والصحفيين هذا الذي يريد أن يكون رئيسا أبدا من الرعونة، يعني الشيء الذي يعني ينقطع نظيره، جمع الميكروفونات ورماهم يعني، وقال يعني كيفاش ما تحترموش المحاضر والمحاضرين، يعني هذا الإنسان هو اللي يشوف روحه محاضر ومنظر، والمكان الطبيعي لهذا الإنسان هو 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 مكتب النائب العام ووكيل الجمهورية الذي يستجلب قضية تحقيق ليفتح معه تحقيق حول مصير آلاف المليارات اللي راحت من الجزائر، خرجت على برنامج بها وراحت. هذا الإنسان إذا كان بريء يروح للعدالة تبرؤه. هذا الإنسان راه مدان، لا زال مدانا لدى الرأي العام الجزائري ويجب متابعته بجدية. أما الحديث عن يعني كفاءته في ميدان المحروقات وفي ميدان البترول، أنا عندي شخصيا وفي تصوري الشخصي واعتقادي الراسخ أنه أي إنسان يدعي أنه يعني كمبيوتر يعني كفء في ميدانه، عليه أولا أن يكون يعني صريحا مع الرأي العام، يجب أن يكون شفافا، يجب أن يكون نزيها، ثم بعد تلك الكفاءة. أما إذا سبقت الكفاءة معايير تولي المنصب، المعايير الأخلاقية، المعايير القانونية لتولي المناصب العليا، فلا حاجة لنا بهذه الكفاءة، لأنها ستتحول إلى معول فساد ومعول تدمير للوطن، هذا الوطن الذي يئن تحت ممارسات أمثال هؤلاء الذين يجلبون الزوايا. كومبيتون يهدر على الكومبيتونس تاعو في ميدان المحروقات وهو يجوب الزوايا من زاوية إلى زاوية كالنحلة من زهرة إلى زهرة، فقط لأنه يعتقد اعتقادا راسخا بأن الزوايا هي التي تصنع الرؤساء، هي التي تصنع الوزراء، هي التي تصنع المدراء، هي التي تصنع كل من يريد أن يتولى منصبا عاليا في البلاد وأن يسير الشأن العام. طيب، ولكن أنت ربما سمعت إلى الأخضر فرات، ربما بحسب الأخضر فرات تحليل وأنه القاعة الفارغة التي أغضبت خليل وغضب على الصحفيين هي رسالة من الذين دعموه وسهلوا له العودة ولم يتابع، بأنه ما يطمح إليه يعني بعيد المنال. ما رأيك؟ هو 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 يمكن القاعة إذا كانت فارغة لازم يعرف الإنسان هذا أنه الرأي العام ما يتقبلوش، أنه الرأي العام ما عندوش قبول عند هذا الرأي العام الجزائري. كيف يريد أن يفرض نفسه على من لا يريده عليه رئيسا أو وزيرا؟ إنه تولى منصبا حساسا في الجزائر وقد أثبت فشله فشلا ذريعا. إن ما نعيشه اليوم هو من نتائج مسؤولية أو تحمل مسؤوليات عليا في البلاد من أمثال هذا الشخص، هذا الإنسان الذي يعني استوزر على قطاع هو أم القطاعات يعني في الجزائر، والذي نعيش يعني من 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 يعني منه ومنه وجرنا منه ومستشفياتنا منه وكلش منه. هذا الإنسان كان يتحكم في قوت الجزائريين، كان يتحكم في 97% من مداخل الجزائر، ولكنه أثبت أنه يعني لا يليق بهذا المنصب، وإنما يليق بأماكن أخرى أقل شأنا منه ومن هذا المنصب. يعني أخي جمال، يعني هنا في هذا المناسبة ألفت عناية يعني الجزائريين بأن ينتبهوا جيدا لمستقبل البلد، لأن مثل هؤلاء يريدون أن يستقوا منصب الرئاسة من خلال الزوايا ومن خلال تقديم وتلميع. طيب، ولكن أليست الصورة يعني فيما يبدو واضحة، أنه العهدة الخامسة يعني هل لشكيب خليل فرصة أمام ما يتردد من المضي في عهدة خامسة؟ هو العهدة الخامسة هم يعلمون أخي جمال قد يكون يعني الدائرة ضيقة للنظام السياسي الجزائري، قد انقسم إلى فسطاطين، فسطاط يدعو إلى عهدة خامسة، وفسطاط آخر يريد أن يقدم بديلا من نفس المجموعة التي تقود البلد في المرحلة الراهنة. يعني شكيب خليل هذا هو شخص هو 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 يعني جناح من أجنحة الرئاسة، فقد أراد يعني عنده طموح
حب يكون رئيس في الجزائر لانه الناس هادو عرفوا باللي عادوا يشوفوا في الجزائر هذه زنقه اللي يجي يحكمها، هذه ولدت زنقه ما ولدتش بلاد هذه، يعني حتى المصطلح تاع رئيس ولا عندهم عادي، يعني اي واحد يجي يحب يكون رئيس في هذا البلاد. طيب شكرا جزيلا لك، للاسف الوقت يضغط علينا. العربي 700 ما رايك؟ يعني ما هذه رساله يقول الاخضر فراط، يعني تصرف شكيب خليل هو كذلك رد على من يعني بعث له رسالة بالقاعة الفارغة. فقط برك للزميل اللي كان يتكلم سي طارق، نحن قراب من نفس المنطقة، هو من تبسة وأنا من زراتة، يعني عندنا عقلية واحدة في الطريق. قال لك واحد كي يقول لك واحد ساعات واحد يقول لك يدو تجيب ذهب ورايو تالف، يدو تجيب ذهب ورايو تالف. دونك انا راح الرب يضيع يا شكيب خليل، ايدو تجيب ذهب رايو تالف، سرق خلاها داها سيتي نوتر بيردومون، من خلطش باش من خلطش هذا السيد. ربما قصده العربي 700 اكيد، انه شكيب خليل درس في ارقى الجامعات الامريكيه، يعرف المؤسسات الماليه العالميه، يعرف القطاع، ولكنه هذا ليس معيارا، يعني المعيار ربما النزاهه هو المعيار الاول، هذا هو يعني. طبيعي هذه هي وجهها بيان سور، النزاهه على ذيك قلت لا بروبيتي واحد الوقت حقيقه. هذا السيد هذا يكوني دي زونتربريز كيميكا، درك المشكله بيننا وبين هذا شكيب خليل، واش هي المشكله بين سوني با باسكو فان ايفالوي، احنا درك انا قلت كنا يدو جيم ذاب اون فان ايفالوي، احنا المشكله بيننا اي ريبون على سوناترا كي ريبون على لي كونترا اي ريبون كاسكي سي باسي، هذا هو المبدا، نبقوا حاطين في المبدا هذا. درك اذا كان عنده قوه وهالنظام هذا حب يحطه وما كانش رياكسيون تاع الشعب، احنا قاعدين نتكلموا ونوضحوا ونفهموا. الشيء اللي نقول اخي فقط، الايام هذيا راك تشوف فيهم هالنظام هذا، لا اريد ان جو با ميطالع السيد هذا، هذه بداوا ينوضوا في الماشينه تاعهم تاع المؤامره، راك تشوف فيهم همس هذاك واش اسمه كوم سابيل تاع الداخليه هذاك، والله كي نسمعوا نضحك عليه. يعني تلاميذ يعني الايادي الخارجيه يعني. اكزاكتومون سو كي في قال لك كانت قصة كبيرة، يقولوا the boy who cried wolf، الطفل الذي صرخها والذيب، هذه قصة من 1687 كرييولو كراي وولف سندروم، هل المرض تاع الذئاب، هاو الذيب هم يحصلوا في الذيب بركة خطيه يظلموا فيه الذيب. هناك في رواية أخرى أنه حتى يعني أنت ربما هذا ينطبق حتى على الآن الحديث عن داعش والتخويف بداعش واستهداف مؤسسات إعلامية وغيرها والخطر القادم وأنه الأيادي الخارجية والاستهداف ورواية الراعي اللي تتعرفها الرواية الشعبية اللي هاو الذيب هاو جاي ياكل غنم، هاو الذيب يروحوا يحقوا معاه، ما كانش نهار جات الذيب أكل الغنم، واحد ما راح معاه. اكزاكتومون. المهم نقول لك أن هذا يوقع لأنه الذيب الكبير شكون؟ الذيب ديجا وعنده خصال الذيب وعنده شويه كاركتير ورجله شويه الذيب، يعني عنده النيف او ما يسرقش الذيب حتى تلقى قدامه الذيب الثعلب اللي يسرق. هما اللي ما عندهمش خصال الذئاب، واحد يجي يتمسخر بالمجتمع، هاي الايادي الخارجيه، هاي اليقظه، يسلك 100 مليون ويقول اليقظه يرحم والديك ما تمسخرش بينا. اليقظه واش هي اليقظه؟ نهضروا مع الشعب حنا، اليقظه كي تعدل الجامعه تاعك، كي تعدل الشؤون الاجتماعيه، تعدل السبيطارات، تطاكي الرشوة كل يوم ولا بوليس عقب الرشوة والقضاة الدولة قايمة صح وتو امبرسيوني، تساهم في عدلان الدولة شاك جور اون ريفوليسيون ايكونوميك، هذا قال مدراك. انت قاعد السيد هذوما قاعدين يخربوا، ما عندهم حتى برنامج سي جمال، يعني وكي تروح لواشنطن يعني مش عيب في الوثائق تاع بعض المؤسسات الماليه والصناعيه والاستثماريه في واشنطن تلقى لو دوكيومون لو ديرني دوكيومون على الجزائر، يعرف بالجزائر الاستثمار في الجزائر صدد 2001 وفيه لا بيوغرافي تاع عبد العزيز بوتفليقه، اسمح لي سافاتيتر، هاي لا بيوغرافي تاع عبد العزيز بوتفليقه ثلاث صفحات، يعني هكا في واشنطن محكومين بلا غرافاز، وشوف الجيريا زي وشوف بينما صوره الجزائر صوره مؤسفه، يعني تقارير امريكان انتربرايز اخر تقاريرها عن الوضع المخيف يحذر من الجزائر، نيويورك تايمز افتتاحيه هي التي عاده ليس لها اهتمام كبير بالجزائر تخصص افتتاحيه لوفاه محمد تمالت، وهي تسمي حتى يمكن ترجمه الافتتاحيه بقتل حريه التعبير في الجزائر، تحذر من مخاطر الوضع خاصه بالابعاد الاقتصاديه على استقرار الجزائر، وتقارير كثيره في الصحافه العالميه، ليس مخجلا يعني الحديث يوميا هكذا عن الجزائر المفروض التي لها حتى ذلك البعد، يعني حتى في واشنطن يعني
واشنطن نفسه كان مع علاقات قويه مع الجزائر، يعني في لما كانت أنا في التاريخ عندك، وانت كتبت كم من مقال على هذا البعد التاريخي. اي انا قلت لك بركه يعني دوله كامله يرحم والديك باش تعرف بالبلد، درني دوكيمون اخر وثيقه على الجزائر، وثائق على الجزائر استثماريه باش يعرفوا بالبلد 2001، وثائق فوتوكوبيين بلا رونيو، ميم با ديبليون ولا بروسبكتيس. انا هذوما هذه دوله، هذه دوله نعرف الفيزيال اخويا. واش مدخل البيوغرافي تاع عبد العزيز بوتفليقه تبعثها لواشنطن في مؤسسه ماليه؟ واش مدخله هو؟ واش يهمه هو؟ عبد العزيز بوتفليقه كان في المنطقه السابعه والرابعه من الولايه الخامسه، سي كوا سيت مالادي هذه؟ طيب العربي جميع للاسف الوقت ادرك. لا نشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر خدمه سكايب من الولايات المتحده. الاخضر فرات، العربي جميع كان يحكي على سندروم تاع الديب، يعني هذا الصراخ الى الديب، هو يقول كذلك ثعلب. اليس الديب في الداخل وليس في الخارج؟ ايش هذه الخارجيه؟ الديب اللي ياكل في خيرات البلد ويسرق وينهب، هذا هو الديب الذي يجب الانتباه اليه؟ الذئب موجود في الداخل مش في الخارج، يعني في كل مره حكايه الايادي الخارجيه دي حاجه اصبحت يعني حاجه مضحكه، يعني حتى عند الانسان البسيط، حتى عند في المدرسه لما يسمع بها يضحك. يعني اين هي الايادي الخارجيه؟ ومن اين اتت؟ من اين تدخل الايادي الخارجيه للجزائر؟ لا، الايادي الخارجيه مستشار وزاره التربيه قال لك ومتاكد انه الاطفال هذوك اللي خرجوا التلاميذ ضد يعني تقصير العطله الشتويه هذه ايادي خارجيه، وزير الداخليه يقول انه هناك يعني يجب فتح التحقيق في الموضوع في هذه التي تضرب تهدد الامن. بيان قائد اركان الجيش كذلك يتحدث عن مخاوف ومخاطر وغيرها. المخاطر حقيقة موجودة، ولكن المشكلة ليست في المخاطر، المشكلة أنت ماذا تفعل لمواجهة هذه المخاطر؟ ما هو تنظيمك السياسي لمواجهة المخاطر؟ هل ببقاء رئيس في هذه الحالة لا يستطيع أن يطلع على الملفات ويتابع قضايا البلد المصيرية؟ أليس هذا هو الخطر يعني بحد ذاته؟ أليس هذا شيء يعني ضد مصلحة الجزائر؟ هل الكلام فقط على المخاطر يكفي؟ نحن تكلمنا عن المخاطر منذ سنوات على قناة المغاربية ونراها المخاطر يومين، ولكن ماذا يفعل النظام الجزائري من أجل التصدي لهذه المخاطر؟ هل يعتزم التصدي فقط عن طريق العنف؟ التصدي عن طريق الجيش أو عن طريق الشرطة أو عن طريق المؤسسات القمعية هي تزيد، ستزيد من المخاطر الموجودة على الجزائر. لمواجهة المخاطر الخارجية هو تعزيز الجبهة الداخلية الحقيقية بثقة بين الحاكم والمحكوم، بين مؤسسات شفافة ديمقراطية، بين ثقة المواطن بأنه خيراته محروسة لا تنهب وغيرها، مثل ما يشاهد نمادي شكيب خليل وغيرها. أكيد كما قال الزميل أيضا، محاربة الرشوة بطريقة جدية وليس محاربة يعني فقط ناس من في ولايات معينة، ولكن التستر على كبار المرتشين. أيضا تحسين العلاقة مع المعارضة، كل ما يطلع مسؤول جزائري يشتم المعارضة رغم أنها معارضة ضعيفة ومعارضة مشتتة وليست لها الوسائل وهي في طريق بناء، ولكن حتى من الشتم ويحيى مؤخرا يعني كأنه يهدد يعني، ويحيى المعروف بخطابه تاع يعني هو نفس الشيء في نفس السياق الفزاعة داعش المحشوشة، ويقول المعارضة إذا طاحت إذا سقط النظام يسقط على الجميع. يعني أليس هذا كذلك خطاب يعني يفرق و بالعكس يزيد الاحتقان؟ هذا خطاب عفن، يعني مش يفرق فقط، هذا لان كل ما ينطق ويحيى اول شيء يتكلم عن الجزائر وكانها ملك باباه ويماه، يعني خلوها له ليه، والجزائريين الاخرين زايدين في الدنيا هذه، يعني ما عندهمش كلام الا هو. يعني ثانيا كل ما يتكلم يشتم الناس، يا اما يشتم الشعب الجزائري، يا اما يشتم المعارضه، يا اما يشتم يعني بهذه الطريقه. انا اقول يعني ان رئيس المسؤول عن الجيش يجب أن يتنبه إلى هؤلاء ولا يتكلم بهذه الطريقة، أن هناك أخطر من يؤدي إلى ظلم الجزائريين كسياسي جزائري يجب أن يوضع عند حده ويعاقب. لا تستطيع الجزائر أن تواجه
المخاطر يعني الخارجية إلا ب يعني تضامن وطني واسع وكبير جدا إلى يعني إذا اقتضر الأمر تحالف مع كل القوى الموجودة حتى تستطيع الجزائر أن تدرأ هذه المخاطر وتحافظ على استقرارها. شكرا لك. للأسف الوقت ودرك على خضر الفراط الإعلامي الجزائري المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي. لهنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.